صبحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام وين ما كنتوا. طبعا نحن الان في محافظه الجهره، ومثل ما انتم شايفين محافظه الجهره بمناسبه رفع العلم. طبعا الكل سعيد اليوم حقيقه، والكويت كلها سعيده، ونتمنى دائما السعاده والافراح، وبدل العيد باذن الله دائما تكون الاعياد. طبعا اليوم بدال المناسبه اكثر مناسبه، 55 عام من الاستغلال، 25 سنة من التحرير، 10 سنوات لتولي سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد. صبحكم الله بالخير مشاهد. 55 عام أيضا على الاستغلال، و25 عام على التحرير، و10 سنوات أيضا لتولي سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وأيضا تسمية سيدي ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. طبعا نحن الآن متواجدين في محافظة الجهراء برعاية كريمة من معالي الفريق المتقاعد السيد فهد أحمد الأمير محافظ منطقة الجهراء. طبعا مثل ما أنتم شايفين أعزائي المشاهدين، طبعا اعزائي المشاهدين مثل ما انتم شايفين تواجد من رجال الداخليه واكاديميه سعد العبد الله شباب رجالنا، وتواجد ايضا ابنائنا وبناتنا من وزاره التربيه. شكرا.